ايوه. طب ساره انت ايه هوايتك؟ او هي ايه هوايتها لو هي هتتكسف كده؟ هي بتحب الجنى. انت بتعرفي تغني يا ساره؟ شاعة. لا إيه؟ لا والله شاعة. لا والله ده صوتها جميل. صوتها جميل؟ طب ما تغني لنا كده اغنيه كده. يعني انا نفسي، بس انا مفيش حاجه مش في بالي للاهل للاب، او غني اي اغنيه انت عايزاها. صدقني شاعة والله هي بس عشان يلا يلا جهزنا لك البتاع. احنا ما نعرفش ان هي صوتها حلو على فكره، بس غني كده حاجه فرصه. اهو بنت الفنان يونس شلبي صوتها حلو، فهي بقى اللي هتزهق. بتقول اشاعه، انتوا بقى اللي هتقولوا الاشاعه دي اشاعه حقيقيه ولا اشاعه لا. يلا يا ساره. ماشي قول لي انت عايز غني لك ايه. تغني ايه يا جماعه؟ افتكر ان قلت لك بلاش. لا اوكي ها تغني ايه. قولي قولي حاجه انت عارفه ان صوتك فيها حلو وانت بتغنيها حلو. يلا بقى يا ساره بقى. انا مش حافظه حاجات يعني. اكيد حافظه حاجه. حافظه مشاعر شيرين عبد الوهاب، حافظه حاجه اليسا، اي حاجه انت عايزاها في الدنيا. حاجه قديمه، حاجه جديده، حاجة تغنيها لبابا، أي حاجة أنت عايزاها في الدنيا. هي في أغنية كده كنت بغنيها زمان يعني اسمها تملي في قلبي يا حبيبي، كنت بحبها قوي أقعد أغنيها لبابا. بتقعدي يبقى دي أغنية سارة يونس شلبي كانت بتغنيها للفنان يونس شلبي اسمها تملي إيه؟ تملي في قلبي يا حبيبي. تملي في قلبي يا حبيبي، يلا يا سارة. تملي في قلبي يا حبيبي وأنا عايش بعيد عنك، تملي ولا انت داري بي وانا بشكي اليك منك، انا بشكي اليك منك يا حبيبي. لا في ماضي هقول لك ولا فاكره ولا نسيته، ولا مرة جمعنا مكان عشان تدرى اللي قاسيته، بقلبي لك انا كلي وشغلك عني ايه قولي، انا بشكي لك منك يا حبيبي. لا نسقف لها بقى. لا ده اللي خلف ما ماتش هو موهوب تمثيل وانت موهوبه. لا صوتك حلو جدا. لا صوتها حلو جدا طبعا. بتقولي طب هو كان شعوره ايه لما كنت بتغني له الاغنيه دي؟ كان بيبقى مبسوط بصراحه. كان بيبقى مبسوط بيها. ايوه. طب انت لازم بقى يا ساره تبتدي بقى دلوقتي. خلاص اهو دعوه من ساره يونس شلبي، اهي صوتها حلو اهي. نزلي بقى على الانستجرام والفيسبوك واليوتيوب، كل الناس تعمل لك فولو. حاضر. بس كده بس كده ده احسن حاجه في الدنيا. مدام سيده، لو النهارده دلوقتي حالا وفي شارع النهار في قناة النهار وبعد 12 سنة من رحيل الفنان يونس شلبي، هو قدامك وعايزة تقولي له جملة أو عايزة تقولي له حاجة. هو قدامك، اعتبريه دلوقتي قدامك وعايزة تقولي له حاجة وتسترسلي، تقولي إيه؟ يلا أنا بحبك قوي. وهي دي الرساله اللي انت عايزه توصليها له. ايوه. بقول له انا بحبك قوي وحشتيني. وحشك. ايوه. ايه كمان؟ استرسلي. هو قدامك، عارفه لما يبقى في حد وحشك بقاله كتير جدا جدا. أيوة. جدا ما شفتيهوش وعايزه تقولي له كلام كتير، ايه الكلام اللي انت ممكن تقوليه له؟ انا بقول له انت وحشتيني قوي. ربنا يا رب يرحمه. الله يرحمه. ساره، لو دلوقتي باباكي قدامك فجأة كده يعني معجزة وعايزة تقولي له حاجات كتيرة، وعايزة تقولي له مشكلة حصلت لك، حاجة حلوة حصلت لك، موقف، إحساس عايزة توصليه له، تقولي له إيه؟ حاجات كتيرة أوي. إيه قولي. مش عارفة بس حاجات كتير يعني، مش حاجة واحدة يعني. مفتقداه أوي. مفتقده ووحشك. ايوه. ربنا يرحمه. ربنا يرحمه. هو راجل امير. انا مش هقول بقى فنان وقدير وكوميديان وكده، هو واضح ان يونس شلبي راجل امير. يعني كفايه هاتوا الكاميرا عليها، شوفوا هي عينيها بتلمع وبتحبه ازاي. يعني ربنا يا رب، يعني ربنا يجعل كل اتنين متفاهمين، لان من الواضح ان حضرتك كل الكلام اللي حضرتك بتقوليه يندرج تحت شركه. انتوا الاتنين كل حاجه بتشتركوا فيها مع بعض. ايوه. وبيبقى في كل حاجه مع بعض. انت شرفتيني ونورتيني مدام سيده عبد الحميد وساره يونس شلبي.
شرفتيني ونورتيني، ربنا يخليك. وبجد كان شرف ليا ان انت تبقى معايا في شارع نهار، واول ظهور يبقى عائله الفنان يونس شلبي يبقى في شارع نهار على قناه النهار. واتمنى بقى ان انا اشوفكم تاني كده، ونقول لكل الناس بقى تدعي للفنان يونس شلبي.